اليقين هو أعلى درجات الإيمان، لازم يكون عندنا يقين تام بوعد ربنا سبحانه وتعالى في كل شيء. قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. فالرزق والموت بيطاردوا الإنسان في وقت معين، ربنا العالم بس هو إيه وليه. لأن الرزق بيطارد الإنسان أكتر من الموت، لأن كل إنسان لازم رزقه يخلص قبل ما يموت، زي ما ذكر الرسول الكريم أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقه. أما الرزق فهو أحد العلوم اللي اختص ربنا سبحانه وتعالى نفسه بأسرارها فقط، فعمرنا ما شفنا اكتشاف علمي ولا جايزة نوبل في معرفة أسرار الرزق، لأنك مهما حاولت تفهم أسباب الرزق وأسراره مش هتفهم حاجة خالص، ولا تعرف فلان ده ربنا فتح عليه ليه، ولا فلان ربنا بعت له من فضله ليه. لكن ربنا سبحانه وتعالى فتح علينا من فضله وطلب مننا أن نتحلى باليقين إن كل شيء بأمر الله، وإن رزقك جايلك جايلك. كل المطلوب منك السعي في طلب الرزق وعدم التواكل، فهناك رزق تطلبه ورزق يطلبك. اللهم افتح علينا من فضلك وعلمك ورزقك وبركتك يا أرحم الراحمين.